أقامت جمعية صفصاف الخابور الثقافية فعالية أيام التراث الشعبي، والتي تضمنت إقامة معرض للمنسوجات التراثية وجلسة تراثية فنية، إضافة لمعرض للمأكولات التراثية التي تشتهر بها المحافظة، وذلك في المركز الثقافي العربي بالحسكة. هو إقامة جسر من التواصل بين الأجيال وبين ماضيها السابق، وإقامة حالة من التفاعل، وهو دعوة للاستلهام هذا التراث. فهنا يستطيع حتى الفنان التشكيلي أن يستلهم هذه النماذج، وأن ترى الأجيال الشابة نتاج جيل من الأمهات والجدات السابقات، فهي محاولة لإبقاء الذاكرة الجمعية للمجتمع حية متفاعلة منفتحة على ماضيها. طبعا مهرجان التراث الذي أقامته جمعية صفصاف الخابور قدمت ألوان تراثية فلكلورية عريقة تنتمي في انتماء التاريخ وعمقها إلى محافظة الحسكة، لما لها من دور توعوي في حمل الرسالة. الكبيبات هاي الأكلة تراثية قديمة جدا جدا من أبا عن جد، يعني من أجدادنا القدماء اللي أكثر من 100 سنة. أكلاتنا اليوم عن أكلاتنا التراثية الشعبية، التشيش والحبية معروفة أكيد، هي أكلات شتوية ما نستغني عنها أبدا. التشيش ينعمل طبعا من جريش القمح، كمية متعادلة من اللبن، يتخمر وينعمل على شكل أقراص، طيبة بحيل، شوربة بالشتاء ما نستغني عنها أبدا. القائمون على الفعالية أكدوا أن الهدف منها هو الاهتمام بالتراث المادي في المحافظة وتوثيقه ليبقى متداولا بين الأجيال، والمحافظة عليه من الاندثار.